طبعا من الصعب معرفة نحن ذلك، الآن. خاصة أن الأرقام التي نراها، أرقام الاستطلاعات، نتائج الاستطلاعات تمنح هاريس مثلا 0.4% أو 0.2% أو 1% أو 2%. هذه يعني إذا نظرنا إليها، هامش الخطأ في الاستطلاعات هو 3%. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى، وهي عندما كنا نتحدث قبل قليل عن موضوع المارد النائم أو الأصوات النائمة، هناك مجموعة من الناخبين، أولا يعني إذا جاء المستطلع لهم لا يقول له ما يعتقد، إذا كان ربما أحيانا سيصوت لترامب ويقول نحن مع هاريس أو العكس بالعكس، وبالتالي فإن هذه أيضا هي أحد النقاط. النقطة الأخرى أيضا هي أن إذا كان هناك في الفترات في اللحظات الأخيرة قد يكون هناك تداعيات سلبية، قد تكون هناك تطورات تغير مواقف أو الأطراف، ولكن هناك هؤلاء المترددين وهم ربما حوالي 10 أو 11% تقريبا، ولذلك فإنه من المهم جدا كما ذكر جاي أن وهذا ما فعله ترامب أيضا، ترامب عبأ أنصاره وأرسلهم في البلدات الصغيرة، في المناطق الريفية، في المدن، ولكن هذه هي النقطة الأساسية، أنه لن يكون من السهل القول من سيفوز، وذلك لأن يعني هذه الأرقام قريبة جدا، ربما كل منا لديه اعتقاده حول هذا الموضوع. كنت أعتقد في البداية بأنه ربما ترامب قد يتفوق، ولكن إذا كانت هذه الاستطلاعات